واستغرب الزعيم صالح أن يتم ضرب الشعب اليمني وتدمير مقدراته وحشد قوى التحالف الذي فاق 13 دولة وبدعم لوجستي أمريكي وصهيوني. إذا كان الخلاف مذهبي بينكم وبين أنصار الله، وخلاف على أساس إذا قلنا أجزنا أن أنصار الله مختلفين معهم مذهبيا كمذهب محمد عبد الوهاب والمذهب الوهابي، طيب شو دخل الشعب اليمني؟ تضرب مقدراته، مقدساته، تاريخه، آثاره، مساكنه، مستشفياته، مدارسه، جسوره، كل شيء. ليش؟ ايش السر؟ ما هو السر؟ ليش تضرب الشعب اليمني بهذا وتحشدوا هذا التحالف الذي فاق اكثر من 13 دوله حشدتوا له؟ زائد الدعم اللوجستي الامريكي والدعم الصهيوني ايضا. وأكد الرئيس السابق أن المؤامرة على اليمن سببها حركة الإخوان المسلمين المدعومين من السعودية والمتخرجين من مدارسهم وجامعاتهم. بدأوا يحيكوا المؤامرة على الإخوان في المملكة العربية السعودية ضد النظام في اليمن، وعادوا إلى قواعدهم السابقة، إلى حركة الإخوان المسلمين الذين هما من نسيجهم، خريجين مع جامعاتهم، خريجين مدارسهم، يعني خريجين مدارسهم وجامعاتهم، وايضا كانوا هم من يدعموهم ويحركوهم الى افغانستان، حركه الاخوان رجعوا اليهم. ولهذا جاءت حق الاعتصامات في 2011 هي بدات من الاخوان المسلمين في حي الجامعه بدعم سعودي. وذكر الزعيم صالح بأنه سلم الجيش والأمن والخزينة العامة عام 2011 طواعية إلى السلطة المدعومة سعوديا والمتمثلة بسلطة الرئيس الفار عبد الرب منصور هادي. أنا محارب سياسيا، أنا دخلت المعركة السياسية، معركة سياسية أنا صحيح، لكن كمقاتل لو كنت أنا مقاتل كانت تغيرت الموازين تماما، هم يعرفوا علي عبد الله صالح من وعلي عبد الله، كانت تغيرت التوازن تماما وتغيرت المعادلات. لكن علي عبد الله صالح سلم الجيش والامن والخزينه العامه في 2011 طواعيه الى السلطه المدعومه سعوديا. وجدد الزعيم علي عبد الله صالح الحديث عن استهداف الجيش اليمني ومحاولات إضعافه بقرارات الهيكلة منذ 2011، مؤكدا أن الأشهر السبعة الماضية أثبتت أن القوات المسلحة هي جيش الوطن والمدافع عنه. ولا معسكر ولا عسكري ولا ضابط كان يتبعني كان يتبع عبد الرب منصور هادي، إلا الوهم والإحساس عنده والضعف، كان يعتقد أنه مش رئيس مش قائد الجيش، أن هذا الجيش حق علي عبد الله صالح، ولهذا تبنى الهيكلة ودقدقه، لانه محسوب على علي عبد الله صالح، انه جيش عائلي، انه امن عائلي، انه طيب اثبت هل هذا جيش عائلي؟ خلال السبعة اشهر هذا جيش عائلي؟ كم العائله؟ عائله 100 شخص، 200 شخص، 300 شخص، هذا جيش دوام اكثر من 400,000 مقاتل مدرب على احدث الاسلحه، تدريب امريكي، تدريب عراقي، مصري، اردني، فرنسي، استقطبنا خبرات من كل انحاء العالم ودربنا جيش، كان جيش قوي.